يعني أن نرجع للبدايات، أكيد كان في هناك بدايات ويعني طفولة ونشأة. يعني حفظ الألقاب، عبد الله الجوانية، أين ولدت وكيف نشأت وكيف كانت الانطلاقة في حياتك العلمية والعملية؟ تفضل. أهلا وسهلا مرة تانية لكم، معكم طبيب عبد الله أحمد الجوانية من سوريا من مدينة حمص. بحب لكم يعني أنه أنا البدايات يعني نشأت بعائلة مكونة من 6 أشخاص، والحمد لله كانت العائلة يعني حالتها كانت كويسة بسوريا وأمورنا كانت كويسة يعني الحمد لله. وبحب لكم يعني أنا طبيب بيطري، من درست في جامعة البعث في 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 سوريا مدينة حماة تحديدا، والحمد لله حصلت على شهادة بكالوريوس في الطب البيطري من مدينة حماة من جامعة البعث. يعني ووصولا إلى هذا المكان، يعني ولماذا اخترت دولة الإمارات العربية المتحدة مع أنه كان لك هناك دول كثيرة ومتاحة للاستثمار فيها؟ يعني لماذا اخترت دولة الإمارات العربية المتحدة؟ والله أنا أول ما جيت بداية للدولة جيت فيزة زيارة هون، وقعدت دور على شغل، والحمد لله الله وفقني اشتغلت في صيدلية بيطرية بدبي في البداية، اشتغلت فيها لمدة 2 سنين. وبعد ما اشتغل فيها مدة 2 سنين جاني عقد كونتراكت مع شركة إيطالية، هي تشتغل بموضوع تركيب الأرقام للبوش وللأغنام وللماعز، يعني الترصيص، عملية الترصيص بسموها، أو الشيبينج يعني بالإنجليزي. وبعد ما اشتغلت مع هاي الشركة انتهى عقدها في الدولة، فقررت أني أنا استقر وأعمل استثمار. فكرت حبيت استثمر بالدولة وكون مستقر لحالي يعني. بقى اجت الفكرة اني افتح صيدلية لحالي واستقر فيها، والحمد لله الله وفقني وفتحت صيدلية. والحمد لله يعني انا يعني السبب اللي خلاني يعني افتح الصيدلية انه شفت الاستقرار والموجود في الدولة، وشفت يعني انه هي بالنهاية معروفة دولة الامارات هي دولة الامن والامان، وهذا اهم شيء يعني. نتكلم الآن عن صيدلية الدرع البيطرية، يعني ما هي الخدمات التي تقدمونها من داخل هذه الصيدلية؟ الحمد لله نحن عندنا خدمات كتير، يعني هي أهم شيء إنه أول شيء هي بيع الأدوية بالتجزئة للمواطنين. ثانيا في عندنا أجهزة لفحص الحمل عند الأغنام، وفي عندنا أجهزة لفحص الحمل عند الخيل، وعندنا نحن يعني ادوات الهجن، يعني مثل ماكينه الحلاقه الشعر عند الاغنام عند البوش، وعندنا كثير مواد يعني موجوده، اضافه الى الخلطات والتركيبات التي نستخدمها في سباقات الهجن. والحمد لله الله وفقنا فيها، وناس كبار كثير يعني الحمد لله عم ياخذوها من عندنا. الحمد لله. يعني دكتور عبد الله، انت من المقيمين على دولة الامارات العربية المتحدة الذين نعتز ونفتخر فيهم ايضا، يعني الله يسلمك. يعني ايضا يعني من خلال جولتنا الاعلامية في امارة ابو ظبي يعني وجدنا صيدلية الدرع تمتاز بشعبية عالية، يعني ايضا كيف كسبت ثقة الناس يعني اللي ياتوك على هذه؟
الحمد لله أنا أول ما فتحت الصيدلية يعني واجهت أول شيء بالبداية صعوبة التمويل. نعم. كبداية يعني هاي صعوبة التمويل بسبب إنه الشركات ما بتعطيك كميات أدوية إلا كاش أو عبارة عن شيكات آجلة. نعم. فهذا الموضوع أو هو كان في البداية من الصعوبات اللي واجهناها يعني في الإمارات هون. نعم. بعدين وقت صار عنا زباين كتير الحمد لله وكسبنا المصداقية اللي هي أهم شيء المصداقية مع الزباين. نعم. والنتيجة يعني النتيجة كانت هذا السبب إنه كانت سبب إنه الناس صار عندها حب لنا وحب للتعامل معانا يعني والحمد لله يعني صار في عندنا زباين والشركات كل ما سحبنا أكثر أدوية صار عندها ثقة أكبر يعني فينا. نعم. وصارت تعطينا مسافات طويلة يعني شيكات طويلة الأمد. نعم. والحمد لله تطور الشغل والحمد لله توفقنا بكل شيء الحمد لله. يعني كمان دكتور عبد الله يعني في أكيد في مجال الصيدليات البطارية أكيد في منافسة ويعني شريف وعالي في هذا المجال. نعم. يعني أنت شو الإشي اللي ميزك عن باقي الصيدليات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة خلينا عن بالتحديد الصيدليات البطارية يعني إيش اللي ميزك بهذا والله يعني اللي ميزنا نحن هون بالصيدلية انه تلبي الناس يعني وقت بتلبي الناس وبتتابع معاهم اهم شيء المتابعة هي بتكسب ثقة الزبون وبصير التعامل معك دائم هون. يعني في ناس هون بتتعامل مرة مع زبون وخلاص ما تتعامل معه مرة تانية انها بتحاول تربح منه مرة واحدة وخلاص ما عاد بدها يعني. لا نحن بالعكس نحن تبعنا اسلوب التعامل السلس مع الزبون والمتابعة اهم شيء المتابعة يعني. والحمد لله توفقنا مع الزباين وصار عندنا زباين كتير وكبار الشخصيات يعني في البلد. الحمد لله. يعني أينما وجد الأمان وجد الاستثمار والاستقرار أيضا. يعني عن هذه المنظومة ماذا تنصح المستثمرين بالخارج الذين يريدون الاستثمار داخل دولة الإمارات؟ والله أنا وقت جيت للدولة هنا وحكيت يعني كانت فيزة زيارة كان عندي خيارات كتير. ليش؟ لأنه كان عندي أنا أقارب في دول أوروبا. نعم. يعني عندي أقارب في فرنسا، أقارب في السويد، أقارب في ألمانيا، والحمد لله يعني أنا عهوى سألت وشفت وعملت يعني لقيت أنه دولة الإمارات هي من أفضل الدول في الاستثمار. أهم شيء فيها هي الأمن والأمان يعني. نعم. اللي فيها. نعم. ما حصلنا بتاني دولة يعني مع أنه كانت الفرص متاحة عندي أن استثمر برا. نعم. والحمد لله يعني الله وفقنا هون بالبلد وكان يعني خير لنا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يا سيدي احنا بنتمنى لك المزيد من التقدم والنجاح في دولة الإمارات العربية المتحدة. أيضا ما هي رؤيتك المستقبلية إن شاء الله خلال 5 سنوات قادمة؟ والله أنا رؤيتي المستقبلية يعني للدولة إن شاء الله جاي على تطور واسع خاصة هلأ في إكسبو 2020 وإن شاء الله إنه يعني راح يكون هذا كتير كويس للبلد وكتير راح يرفع من الاستثمار فيها. وأنا اللي بشوفه يعني إنه كل سنة الاستثمار هون عم يتطور أكتر وأكتر وعم تصير تسهيلات أكتر. نعم. يعني كل سنة بصير تسهيلات أكتر للمستثمرين والحمد لله يعني الأمور طيبة الحمد لله. دكتور عبد الله هل من رسالة أخيرة عبر قناتنا قناة سما الخليج إلى من شئت يعني لشخص كان داعم لك خلال مسيرتك العلمية أو العملية؟ والله الحمد لله رب العالمين أول شيء على التوفيق وشكر كبير للوالدين وشكر لزوجتي العزيزة ولأختي هون في الدولة يعني كانت أحد الداعمين ولجوز أختي يعني والحمد لله رب العالمين يعني كانوا من الناس اللي وقفوا وراي يعني الحمد لله. يعني أكيد وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. نعم. وأنت متزوج ولديك من الأبناء. نعم. يعني عن دور الزوجة ماذا تحدثنا يعني كونها كانت داعم لك كنت تسافر وتروح وتيجي وتشتغل يعني عن دور الزوجة بحياتك ماذا تحدثنا؟ والله هو دور الزوجة أساسي جدا يعني في حياة الرجل خاصة يعني المرأة وقت بتكون في بلد يعني غير بلد الأساسي بتكون لازم تكون صبورة عندها صبر نوع من الصبر والتحمل أو الجلد نحن نسميها. نعم. يعني لأنه ما أنا سهل يعني تكون هي برات بلدها ونفس الوقت يعني نفس الوقت هي كمان شغل وجوزها على طول بعيد عنها والحمد لله كانت من الصابرين ومن من الناس اللي دعموا يعني
يدعموني الحمد لله رب العالمين. نتمنى لك المزيد من النجاح والتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشكرك على هذه الكلمات الطيبة. يعني أعزائي المشاهدين، لا يسعني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الدكتور عبد الله أحمد أجوانية، صاحب ومدير عام صيدلية الدرع في إمارة أبوظبي وبالتحديد في منطقة الوثبة، وكن ضيف عزيز غالي على برنامجنا، برنامج كفاءات من الإمارات وكلنا زايد. ونشكرك أيضا على دعمك السخي لهذه البرامج الوطنية الهادفة سيدي، شكرا جزيلا. الله يسلمكم. بس بحب وجه كلمة أخيرا، نحن بنشكر شيوخنا شيوخ الإمارات، وخاصة الشيخ خليفة بن زايد وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ونائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد وجميع شيوخ الإمارات، ونقول الله يطول بعمركم. وما بننسى يعني نقول الرحمة المغفور الشيخ زايد اللي هو كان يعني اللي حط المؤسس وباني الدولة. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يعني ومعنا الآن الأستاذ أحمد الجوانية، وهو والد الدكتور عبد الله في صيدلية الدرع. يعني بداية أستاذي مساء الخير. مساء النور. الله يحييك. الله يحييك. يعني الدكتور الأستاذ أحمد الجوانية هو مدير هذه الصيدلية، وهو القائم على هذه الصيدلية ويعمل ما شاء الله في يده، يعني نتمنى له التوفيق. يعني أستاذ أحمد، نتكلم شوي عن الأسعار الموجودة داخل يعني هذه الصيدلية، وهل هناك عروض خاصة في هذه الصيدلية؟ نعم، في عروض خاصة وأسعار ممتازة. نعم. وأسعار يعني عادية. يعني ايضا نتكلم عن الاشي اللي يميزكم بداخل هذه الصيدليه، ما شاء الله عليك وانت من يعني نعتبرك يعني من جيل الشباب. نعم. يعني نتكلم عن يعني الاشي اللي يميزكم داخل هذه الصيدليه. الاسعار، علبه الدواء نربح فيها 5 درهم. نعم. يجي المواطن يشيل دائما من عنا. نعم. ما نغلي عليه. نعم. دائما يشيل من عنا، يعني عنا زباين كثير. نعم. والحمد لله الصيدليه مشهوره. نعم. وبإذن الله. يعني نتكلم أيضا عن موقع الصيدلية بالتحديد، يعني نتكلم سادة المشاهدين، وين موقع هذه الصيدلية؟ موقع الصيدلية بانياس وسبي جنوب جانب المشفى البيطري. نعم. نتمنى لك التوفيق ومزيد من النجاح والتقدم إن شاء الله في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني أكيد أستاذ أحمد متزوج ولديك من الأبناء، يعني نتكلم عن دور الزوج بحياتك، يعني كيف كانت داعم لك، وهل في أحد من أولادك امتثل لك؟ يعني كانت داعمة للأولاد كلها، وكانت هي مدرسة. نعم. مدرسة سليق 35 عام. نعم. في سوريا. نعم. وعندها بنت هون مديرة مطاحن أبو ظبي الكبرى. نعم. هي كانت دعمتنا، وعندنا أولاد بفرنسا، وعندنا أولاد بالسويد، وعندنا كمان بهولندا. والحمد لله كلهم. يعني نتكلم الأولاد ماذا عملوا؟ هل في أحد امتثل يعني نفسك، يعني امتثل إلك، أخذوا منك بعض الصفات الطيبة؟ نعم، أخذوا كثير صفات مني ومعلومات، والحمد لله رب العالمين كلهم علمتهم، بنات وأولاد تعلموا، مهندسات، معلمات، مهندسين. الحمد لله. الحمد لله. يا سيدي نتمنى لك التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشكرك أيضا على هذا اللقاء اللطيف. يعني ووقت البرنامج يداهمنا. يعني أعزائي المشاهدين، لا يسعني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان أيضا إلى الدكتور عبد الله أحمد الجوانية ووالده الأستاذ أحمد الجوانية، وهو المدير العام القائم على هذه الصيدلية. شكرا جزيلا سيدي، ودمتم في رعاية الله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. We're gonna make it.